وشعارنا هو ادخل سخن، وادخل سخن، خول اخويا الدواء. تفضل تفضل، انظر هنا، جميلة جدا هذه اللحظة. تعال 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 تعال. قبيحة الاخوان، علاش حيت ما بارد؟ تعال 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 صاحبي، تعال صاحبك اصاحبي، واش غندير لك انا والو. صافي شاد دائما القنوط. بحال باغي شاد دائما القنوط هذه. لا لا صحيحة صحيحة، ماشي هاد دايما القنوطة صحيح، هاديك بلايصة صحيحة. انت الاخوان تشوفو القنوطة جاي يضحك معايا. هاهي شتيها شتي، جاي يضحك معايا، جبدت معايا. يتعب لي هو محطوطة الخو. تبارك الله تبارك الله، الله يبارك، تبارك الله الله يبارك. هاكي الماء راه بارد الخوت بزاف، طيح طول الماء بارد، هذا هو السبب اللي كيجعل الحوت يكون قليل. ولكن على العموم الله يجعل البركة، على العموم الله يجعل شي بركة الإخوان. راه هاد الجنيبة راه المهم هي أصلا أي طعم عكريش راه ما كيخليكش بلاش، ولكن خاص ضروري من تنقي لي طعمه ما تخليهش قاصح. ايوا هادشي اللي كاين الخوت. ايوا دابا عاد ان شاء الله تقاد المنزله، عراك لي الحيتان ان شاء الله بحول الله. ضروري ما قاد منزله. ها شوف شوف، لكن هذه ضروري في الماجيك. علاش؟ حيت صغيره، لما تشد في الماجيك ما تشدش الخوت. خاصني نحاول نكمل لها الشدان ديالها في الماجيك، ولكن ما نقويش. ها شي شويه ونقلب على الاماكن ديال الصيد، الاماكن اللي كيديو الماء للبحر. مثلا بحال هاد البلاصه، من الاماكن اللي كيديو من البحر كيخلو الحوت يزعمو، خا يكون الماء بارد كيزعم على الاكل. هلا تنشوفو واش يجي بلاصه يعاود يتيع المباشر.
ما صرتش ما لطش فهمت هزو ما عرف اش يدير كان شاد بحال هكا ما دابا مكان خشيف فمو مستعد رديت فيها اي ولا ما ردش فيه غتصيبو ما طلقتو ما والو تبارك الله الخوت اللهم بارك شو على تضاريس الاخوان ولا حجر جيت من هالشي زيزة هي اللي كديرها الشقوف كديرها المعرض باقينا شي زيت دابا شكون هي واكلت ابو جنيبه جاب دا شي واحد الخوت هذا جاب دا شي واحد هذا انت ابو زروق واكلات هي شا هي اللي كدير هاد الحراك كاينش من غير زيز اللي كيدير هادشي كي ابو زروق جمع عليه الربيع سبحان الله راه بدك شتا دوك الصدفيات اللي كياكل كيخلي ما عنده باش يضرق بهم راسو فهمتي باش ما يتلقاتش باش ما كيدير تمويه جميع الاسماك حيت هو ديما محرض للاكل شو التضاريس الاخوان خشتو التضاريس كي دايرين اللهم بارك الخوت انتو انا مصايد كي دايرين اخوت شوف نسيكو فرانك ريبيري كيطل من الفوق فرانك ريبيري حرات الاخوان ولكن الماء راه بارد 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 وبزاف كاع بزاف مزيان بزاف لي فيل تاك وي لو بوكل دو تاك Non. Ok. Tu comprends? Solide. Allez, les dentistes. Ici. Toi, non. Toi, non. Voilà, ça y est. Parfait. Les croches. Les fils, yeah. Les plombs. Les plombs. Yeah.
20 grammes. 20 grammes le blanc. 20 grammes. 20 grammes. Avec le poisson en les roches. Les rochers. Ouais. Les rochers, le poisson et les rochers. Toute la mer. Bon. Super. Les crabes, petites crabes. Ouais. Ouais. Viens, 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 regardez bien. Quoi? La claque, tu le coupes comme nous? Ouais. C'est ça, tu donnes ça. Ouais. Et c'est les. Et ça, ils aiment le poisson, vous voyez? Oui. C'est bon, ça. Ah. Regardez bien. Tchac. Le fil magique. Le fil? Fil magique. Magique? Ah, fil. Oui, oui. D'accord. Ah oui, oui, pour que ça aille. Solide. Il est proche. Sinon, sinon ça se défait, oui. Ça. Oui, oui. Les boissons, ils mangent les crabes. Hein? Pour monsieur Chaïba. Il tire une boisson grande. Maintenant. Oui. Vous l'étiez. Ça fait un petit voile. Regarde. Regarde. Hop. Oui. Super. Il est parti là. Oui. السلام عليكم الخوت، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم بخير؟ كلشي مزيان؟ صحة لاباس؟ كتشوفوا في حالة ديال الحر الإخوان، البرد أو الريح من الاتجاه اللي ما كيبغوش الرياس، هو الاتجاه اللي كيجي من هاد الاتجاه الإخوان كيكون بارد البرد ديالو، كنقولوا لي حنا نورطي، كيبرد حتى الماء، لا لاحظتوا راه كاينين ثلاثة الألوان في الماء، كاين القهوي كاين الخضر وكاين الزرق، يعني هاد حنا اللي البلاصه اللي فيها حنا فيها كل قهوه. انتم الاخوان غتشوفوا لاحظوا مزيان، هذا كامل سر. شنو هو السر؟ هو المبارد الخوت. شدينا شي حوضات اللهم بارك الخوت، واحد تقريبا شي 3 كيلو، ولكن بزز الخوت راه كتمسمر في الخطوطه باش كتشدهم بزز. واحد الشر هو اللي غليظ، ها هو فينا اللهم بارك، هذا هو اللي غليظ مزيان. حضر لي ميسيو جاك حتى طلعته ومشى فرحان، شافني القطه تصرخو، قال لي اللهم بارك، قال لي احنا في فرنسا راه ما كاينش عندنا الحوت، قال لي انا ساكن في بوردو ولكن الحوت قليل بزاف تما، حيت قال لي كاين الرمله كثيره تقريبا، قال لي واحد 200 كيلومتر على الرمل، قال لي انا كندير دوك المادات ولكن ما كتشد والو. المهم هنا راه مني شاف هذه الحصيله، هذا الخير هذا، وعندي شي حوتات راهم في الصندوق ليه، واحد حوتها هي صغيره باقا هنا. المهم دعت في الخطوطه، كاين الخاويه الاخوان، كاين الماريه كبيره، كيكون خاوي البحر كنضوع في هاد التخطيطات، هما اللي كيديروا حاصله. اما الا كانت البحر عامر راه ما دير لا حاصله لا والو، علاش؟ انه المبارد الخوت راه شوف الماء ملي كيكون الحوت محصور في الخطوطه مازال كيجيب لا تيسير. المهم تحيه للاخوان، تحيه لجميع الرياس اللي ماشي عارون تخوت سخون. المهم دابا انا نكتفي بهذا القدر، صيدنا شويه هادشي اللي جاب الله يجعل البركة ان شاء الله حتى الغدا ان شاء الله. تبدلات النزله راه مزيان، ما تبدلاش راه انا غنبقاو غادي معاه بحال هكا، يجعل الله خير ان شاء الله. يلا تحيه للجميع، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.